بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الاحتمال الشرطي في قوانين هامة. الأول لازم نقولها إن لام ألف اتحاد ب بيساوي لام ألف زائد لام ب ناقص لام التقاطع بتاعهم، وده معناه وقوع ألف أو ب. الاتحاد دي معناها أو وقوع أحدهم على الأقل، أو وقوع أي من الحدثين. طيب لام ألف شرطة، لام حاجة على شرطة، واحد ناقص لام الحاجة دي من غير شرط، واحد ناقص لام ألف. طيب وده معناه عدم وقوع ألف. لام ألف فرق ب معناه لام ألف ناقص لام ألف التقاطع، لأن دي معناها إن الألف وقع والب ما وقعش، تمام؟ ولذلك ساعتها تقول وقوع الف فقط. طب لام الف شرطه تقاطع به شرطه، ده قانون دي مورجان بيقول ايه؟ بيقول ان خد الشرطه دي بره واقلب التقاطع ده اتحاد، فبقت لام الف اتحاد به شرط. طب لام حاجه عليها شرطه، بواحد ناقص لام الحاجه دي من غير شرط. طيب وده معناه ايه يا جماعه؟ معناه عدم وقوع اي من الحدثين. خد بالك دي هنا وقوع اي من الحدثين، لا دي عدم وقوع اي من الحدثين، تمام؟ او عدم وقوع الف وعدم وقوع ب. هنا عدم وقوع احدهما على الاقل. طيب تعالى بعد كده القانون بعد كده، ألف شرطة اتحاد ب شرطة، طبعا هناخد برضو شرطة ونقلب الاتحاد تقاطع وتبقى أحد ناقص لام التقاطع، ودي وقوع أحدهم على الأكثر. لكن خد بالك على الأقل كانت إيه؟ كانت هي الاتحاد بس، لما جينا على الأكثر قمنا حاطين على ده شرطة وده شرطة، فبقت إيه؟ ألف شرطة اتحاد ب شرطة. طيب لام ألف شرطة تقاطع ب، يعني معناها الألف ما وقعش والب وقع. طب ما هي الب وقع والألف ما وقعش، والب وقع والألف ما وقعش، معناها ب فرق ألف اللي هي لام ب ناقص لام التقاطع، وبرضو نفس المعنى وقوع ب فقط. طب لام ألف تقاطع ب شرطة نفس القصة، الألف وقع الب لا، يبقى ألف فرق ب، يبقى لام ألف ناقص لام التقاطع. طيب في ملحوظة كده، إن ألف تقاطع ب معناها ألف أو ب معا، ألف اتحاد ب معناها ألف أو ب، يبقى التقاطع معناها و، الاتحاد معناها أو، تمام؟ طيب تعال نشوف كده، إذا كان ألف وب حدثان متنافيان، الحدثان المتنافيان دول بيبقى التقاطع بتاعهم فاي، يعني حدث مستحيل، وبالتالي هتبقى الاحتمال بتاعها لام ألف تقاطع ب بيساوي صفر. إذا كان أ جزئية من ب، يعني أ مجموعة جزئية من ب، يبقى الأ فيها الصغيرة والب الكبير. لو عملوا تقاطع لام أ تقاطع ب يديك الصغيرة اللي هي لام أ، لو عملوا اتحاد يديك الكبير اللي هي لام ب. طب لو عملوا فرق، الصغير ماينس الكبير ما ينفع، الصغير ناقص الكبير ما ينفعش، خلاص يبقى لا يديك صفر. طيب هنا الصغير ناقص الكبير ما ينفعش، يبقى يديك صفر، لام أ فرق ب بيساوي صفر. طيب هنا لام ف بيساوي واحد، ده حدث مؤكد. لام ف بيساوي صفر، حدث مستحيل، تمام؟ الفي هو الحدث المؤكد والفاي هو الحدث ايه؟ المستحيل او المجموعه الخاليه. طيب الاحتمال الشرطي بقى، الاحتمال الشرطي ان الحدث ا يقع بشرط وقوع الحدث ب. طيب بيبقى لام ا بيقولوها بقى لام ا بشرط ب او بشرط وقوع ب، او ا على ب، اي حاجه، لام ا تقاطع ب على لام ب. طيب لام ا شرط على ب، طبعا دي على شرط، يبقى 1 ناقص لام دي من غير شرط، تمام؟ طيب لام ف على ب بيساوي 1، لام ألف تقاطع ب بيساوي لام ألف على ب بيساوي في لام ب. أهم حاجة عندي القانون الأولاني ده، تمام؟ طيب هنا لام ألف تقاطع ب، الأحداث المستقلة بقى، الأحداث المستقلة بتلاقي لام ألف تقاطع ب بتساوي لام ألف في لام ب، ده أهم قانون في الموضوع. ولام ألف على ب بيساوي لام ألف، والحدثان المتنافيان مستقلان، يبقى لام التقاطع بصفر، وأصلا لام التقاطع بتساوي لام ألف في لام ب، يبقى لام ألف في لام ب هي كمان ب بصفر، بس أهم قانون الأولاني، تمام؟ طيب تعالى بقى كده، في شويه ملحوظات هامه هي قديمه بس لازم نعرفها. ان ايه؟ ان اما القاء قطعه نقود مره واحده بفضل عينها صورة كتاب. طب القاء قطعه نقود مرتين متتاليتين، وهي هي لما ارمي قطعتين نقود يا جماعه مره واحده فضل عينها، يبقى ص و ك هتضربها في ص و ك اللي هو الضرب الكارتيزي، تمام؟ اللي هو بيبقى ص مع ص وص مع ك، ك مع ص وك مع ك، اهو ده فضل العين، اربع عناصر. طب عند القاء قطعه نقود ثلاث مرات او القاء ثلاث قطع مره واحده، عندك الرمية الأولى الثانية الثالثة. الرمية الأولى ممكن يطلع صورة أو كتاب، طب في الرمية الثانية الصورة دي ممكن يطلع وراها صورة أو كتاب، وفي الرمية الثالثة الصورة دي ممكن يطلع وراها صورة أو كتابة، والكتاب يطلع وراها صورة أو كتابة، وهكذا. طيب ففضائل العين هيبقى إيه؟ صاد وصاد وصاد، صاد وصاد وكاف، أرجع أخد بقى صاد وكاف، صاد وكاف مرة مع صاد ومرة مع كاف، فصاد وكاف وصاد وصاد وكاف وكاف، وهكذا. يطلعوا كام؟ 8 عناصر، كل واحد من دول ده بيتحسب عنصر وده عنصر، يطلعوا 8 عناصر. طيب خد بالك عدد العناصر مهم معايا عشان لما اجي اعمل ايه الاحتمال. طيب عند القاء حجر الارض مره واحده وملاحظه العدد الظاهر على الوجه العلوي، فضاء العين هيبقى يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6، لان ممكن يظهر لك 1 يا 2 يا 3، معروف حجر الارض. طيب عند القاء حجر الارض مرتين متتاليتين، هي برضو لما اجيب حجرين وارميهم مره واحده. طيب في الرميه الاولى لو 1 2 3 4 5 6، الرميه الثانيه هيبقى 1 2 3 4 5 6. طيب في الرميه الاولى ممكن يطلع لي 1 والثانيه 1، يبقى 1 1. الرمية الأولى ممكن يطلع لي 1 والتانية 2، يبقى 1 و2، وهكذا، يعني كأن الواحد هاخده مع كل دول، 1 و1 و1 و2 و1 و3 و1 و4 وهكذا. أرجع في الرمية الأولى ممكن يطلع لي 2، في التانية يطلع لي 1، 2 و1،
في الرمية الأولى ممكن يطلع لي اتنين، في الرمية التانية ممكن يطلع لي اتنين، يبقى اتنين واتنين وهكذا. ودي بتنفع لما يقول لك نفس العدد، زور نفس العدد في الرميتين، اتنين واتنين، تلاتة وتلاتة، واحد واحد، أربعة أربعة كده يعني. طيب فضاء العين هنا يبقى 36 عنصر، ماليش دعوة بده وده ما عدهمش، أنا بعد دول 36 عنصر. تمام؟ طيب لو جينا بصينا بعد كده الأعداد الزوجية، طبعا دي حاجات قديمة جدا بس لازم نعرفها بتنفعنا في الأحسن. الأعداد الزوجية 0 و2 و4 و6 و8 وهكذا، وبرضه لو عدد كبير بس بدأ بعدد زوجي زي 34. الأعداد الفردية 1 3 5 7، وبرضه لو عدد زيادة بس بدأ بخمسة عدد فردي. الأعداد الأولية ده عدد بيقبل الاسم على نفسه ما عدا الواحد، الواحد مش تبع الأعداد الأولية. ممكن احنا نعرفهم لحد 50، 2 3 5 7 9 وهكذا، 7 11 طلع ايه. طب التسعه ما خدناهوش ليه؟ التسعه بيقبل على نفسه وعلى الثلاثه يبقى ما ينفعش، لكن السبعه بيقبل على نفسه بس، تمام، وعلى الواحد طبعا. طب الاعداد اللي تقبل القسم على ثلاثه هي مضاعفات ثلاثه اللي هي كام؟ صفر وثلاثه، صفر كل شويه تزود ثلاثه، صفر وثلاثه وسته وتسعه وكذا، والصفر مش هتلاقيه مستخدم قوي في الاحصاء. طيب في طيب عوامل العدد ست، الاعداد اللي السته بتقبل عليهم، السته بتقبل على القسم على الواحد، وبتقبل على الاثنين، وبتقبل على الثلاثه، وبتقبل على السته. العدد المربع الكامل، العدد المربع الكامل ده يا جماعه اي عدد له جذر تربيعي بنقول عليه عدد مربع كامل، زي الواحد جذر الواحد بواحد، زي الاربعه جذر الاربعه اتنين وهكذا. تمام؟ طيب ناخد امثله محلوله. اذا كان لام الف بتساوي 8 من 10، لام ب ب 7 من 10، لام الف اتحاد ب ب 9 من 10، اوجد لام الف شرطه، ولام الف شرطه اتحاد ب شرطه، ولام الف بشرط ب، وهل الف وب هتساوي مستقلان؟ طيب انا مبدئيا لازم اجيب الاربع معلومات المهمين دول، لام الف ولام ب ولام التقاطع ولام الاتحاد، دول لازم اجيبهم الاول قبل اي كلام لانهم موجودين في جميع القوانين تقريبا. طيب وانا عندي قانون اصلا، انا للاسف ما عنديش لام الف تقاطع ب، ما قالهاش، عندي لام الف وعندي لام ب وعندي لام الاتحاد، الثلاثه دول بس ما عنديش ده. طب اجيبه ازاي؟ هو نفس القانون بتاع لام الاتحاد بس هتحط هنا التقاطع وهنا الاتحاد بالظبط. وتعوض اهو، لام الف ب 8 من 10، لام ب ب 7 من 10، ناقص 9 من 10، طلع الاجابه على الاله تطلع 6 من 10. طب ابتدي بعد كده شوف بقى القوانين، طالما انت جبت الاربعه موجودين قدامك تقدر بقى تيجي تشوف القوانين، لان القوانين مش هتخلو من الاربعه دول. طيب لام الف شرطه 1 ناقص لام الف يبقى 1 ناقص 8 من 10 2 من 10، لام الف شرطه اتحاد ب شرطه لا قانون، 1 ناقص لام الف تقاطع ب يبقى 1 ناقص 6 من 10 ب 4 من 10، لام الف بشرط ب اكتب قانون لام الف تقاطع ب على لام ب، 6 من 10 على 7 من 10 يطلع 6 على 7. طيب السؤال الاخير، هل الف وب حدثان مستقلان؟ هو الحدثان مستقلين شرطهم ايه يا جماعه؟ شرطهم ان لام الف تقاطع ب بيساوي لام الف في لام ب. طب ما لام الف تقاطع ب انا جايبها ب 6 من 10، ونجيب لام الف في لام ب هنلاقيها تطلع 56 من 100، لو ضربت انت ده في ده 56 من 100. طبعا ما بيساووش بعض الاجابتين، يعني لام الف تقاطع ب، اقول له بقى بما ان لام الف تقاطع ب، بما ان لام الف تقاطع ب لا يساوي لام الف في لام ب، يبقى عشان كده اذا الف وب غير مستقلان، او بيقولوا عليهم ساعات مرتبطان. طيب لو جينا بصينا بعد كده، اذا كان لام الف اتحاد ب بيساوي 9 من 10، ولام الف ب 7 من 10، ولام الف فرق ب 5 من 10. طبعا هنا المساله ناقصها معلومات كتير، هو مديني لام الف بس ب 7 من 10، ومديني لام الاتحاد بس مش مديني لام ب ولا لام التقاطع، ماشي هنحاول نجيبهم، بس طالما مديك مجهولين كده يبقى انت هطلع لك معادلتين، تبقى عارف من البدايه ان هطلع لك معادلتين وهتعوض من واحده في الثانيه في المساله، زي المعادلتين دول كده. هنشوف دلوقتي. انا الاول هكتب الحاجه اللي لها قانون، لام الف اتحاد ب دي لها قانون. او لام الف زائد لام ب ناقص لام التقاطع، عوض تحتيها ب 9 من 10، تحت لام الف اتحاد ب هو اللي ايه؟ 9 من 10. بتساوي لام الف ب 7 من 10، ولام ب مش موجوده، ولام التقاطع مش موجوده، سيبهم زي ما هم، اكتبهم زي ما هم. انقل دي باشاره مخالفه، تقدر تطلع معادله لام ب ناقص لام تقاطع الف، الف تقاطع ب بتساوي ايه؟ 2 من 10، 9 من 10 7 من 10 يديك 2 من 10، كويس جدا. طيب مين تاني اللي له قانون؟ لام الف فرق ب، اكتب قانونها. ما هو مديك حاجتين لهم قانونين عشان تطلع المعادلتين. لام الف فرق ب قانونها اهو، وهعوض عنها ب 5 من 10 ولام الف ب 7 من 10. ممكن انا انقل ال 5 من 10 الناحيه دي اشاره مخالفه، وانقل دي الناحيه ده منها سالبه اخليها هنا موجبه، يبقى لام الف تقاطع ب بتساوي 7 من 10 ناقص 5 من 10 يدينا 2 من 10. طيب كده اقدر اجيب انا ايه بقى دلوقتي يا جماعه؟ كده جبت لام الف تقاطع ب، انا كده جبت الاربع معلومات، اللام الف واللام ب ولام التقاطع ولام الاتحاد. اي حاجه مطلوبه منك بعد كده اعرف انها ان شاء الله هتتحل، لان ايه القانون، اي قانون في حاجه من الاربعه دول او كذا حاجه منهم. يعني لام الف شرطه تقاطع ب، اقوم كاتب قانونها وعوض من عندي المعلومات، لام ب عندي ولام الف تقاطع ب، لام الف بشرط ب هكتب قانونها وعوض. ولما بيعرفش يعمل القسمه اللي هي العاله دي ممكن يعملها ايه، عاله من العاديه دي اللي هي 2 من 10 على 4 من 10 ويطلعها. طيب اثبت ان هم هل الحدثان مستقلان، نفس القصه، اجيب لام الف في لام ب واشوف هل اجابتها هتطلع زي لام الف تقاطع ب، هي ما طلعتش،
دي طلع ب 28%، ولام الف تقاطع ب كانت طالعه لي بكام؟ كانت طالعه لي ب 2 من 10. فطبعا الاجابتين مش متساويين، يبقى الحدسين غير مستقلين. طبعا مش في جميع الحالات بيطلع الحدسين غير مستقلين، يعني هي صدفه. تمام، في مسائل بيطلعوا مستقلين، يعني تلاقي لام الف تقاطع ب بتساوي لام الف في لام الف. طيب اذا كان الف وب حدسان مستقلان، وكان لام الف 4 من 10 ولام الف اتحاد ب 8 من 10، اوجد لام ب شرطه بشرط الف. طيب اطلع المعلومات بتاعتي، لام الف ب 4 من 10، طيب لام الاتحاد موجود عندي، كتبت قانون اهو وقعدت اعوض. بس خد بالك هو مديني حدسان مستقلان، يعني لام الف تقاطع ب بتساوي لام الف في لام ب. طب وانا لام الف عندي ب 4 من 10 في لام ب مش موجوده، 4 من 10 في لام ب لما بتضرب عدد في رمز بيديك 4 من 10 لام ب. طيب نيجي نعوض هنا بقى، لما اعوض عن لام ب نزلها لام ب، لما اعوض عن لام الف تقاطع ب اعوض عنها ب 4 من 10 لام ب. طب ما لام ب دي كان قبلها 1، 1 ناقص 4 من 10 يديك 6 من 10 لام ب، وانقل دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 8 من 10 ناقص 4 من 10 يطلع 4 من 10. ارجع انقل ال 6 من 10 دي بالقسمه، او اقسم على 6 من 10 على 6 من 10 حسب ما انت متعود. هتجيب اللام ب ب 2 على 3. طيب ترجع بقى جبت لام ب، ارجع عوض بيها فين؟ في لام الف تقاطع ب عشان تجيب مين؟ لام الف تقاطع ب، يبقى 4 من 10 في لام ب، يعني 4 من 10 في لام ب اللي انا لسه مطلعها ب 2 على 3، تطلع الاجابه 4 على 15. طب ايه المطلوب مني؟ لام ب شرطه بشرط الف. طب انا لازم اجيب الاول لام ب بشرط الف او القانون بتاعها وحسب ده. طيب وبعد كده اجيب لام ب شرطه بشرط الف، هي بتبقى 1 ناقص لام دي من غير شرط، يعني 1 ناقص، وانا لسه مطلع دي ب 2 على 3، نعوض نجيبها 1 على 3 خلص. طيب تعالى على اللي بعدين، لام الف ب 3 من 10 ولام ب ب 2 من 10 والف وب مستقلان. حلو، مستقلان يعني لام الف تقاطع ب بيساوي لام الف في لام ب. طب انا عندي لام الف اهي ولام ب اهي، تمام، اضربهم في بعض طلعت 6%. طيب ايه المطلوب؟ لام الف تقاطع ب شرطه. طب ما دي لها قانون اللي هو لام الف فرق ب، اكتب القانون وعوض بقى، ما انا عندي لام الف وعندي لام التقاطع لسه جايبها، وعوض واجيب تطلع 24%. طيب رقم 13، رقم 5، في تجربة إلقاء قطعتين نقود مرة واحدة، هنلقي قطعتين نقود مرة واحدة. طبعا أول ما ألمح الكلمة دي أكتب فضائل العين، صاد وصاد وصاد وكاف وكاف وصاد وكاف وكاف. طيب بص بقى السؤال، أوجد احتمال ظهور صورة على القطعة الثانية إذا ظهرت. كلمة إذا دي مهمة جدا، إذا يبقى إحنا دخلنا في الاحتمال الشرطي، تمام، إذا ظهرت كتابة على القطعة الأولى. في الحالة دي لازم أشتغل على ثلاث خطوات. الثلاث خطوات يعني إيه؟ هجيب احتمال ظهور صورة على القطعة الثانية الأول، أو هنسميه ألف مثلا. اما يظهر صوره على القطعه الثانيه دي، طبعا الاولى ودي الثانيه، ادي ظهر صوره مش دعوه بالاولى، انا ظهر في الثانيه صوره اهي وظهر في الثانيه صوره اهي. طيب واقوم جايب احتمالها، لام الف يساوي دول كام واحد؟ 2 على فضائل العينه اللي هو 4، 2 على 4 يطلع نص. اشوف الحته اللي بعد، اذا ظهرت كتابه على القطعه الاولى، كتابه على القطعه الاولى يعني يا كاف وصاد يا كاف وكاف، او الكتابه ظهر على القطعه الاولى اهو، واجيب الاحتمال بتاع لام ب بيساوي 2 برده على 4 طلع نص، مش لازم يطلع شكل بعض يعني مش شرط. ولازم اجيب التقاطع، الف تقاطع بيها يا جماعه العناصر المشتركه. كده ايه العنصر المتكرر؟ كاف وصاد موجود هنا وهنا، يبقى كاف وصاد هو التقاطع. طب كده لام الف تقاطع ب هيبقى ده يعتبر عنصر واحد، يبقى 1 على 4. حلو. بعد ما جبت الثلاثه دول بقى قوم جايب ايه؟ يبقى انا كده جبت اربع خطوات، الالف الب الف تقاطع ب، يبقى في الاحتمال الشرطي لازم اجيب الاربع خطوات دول. اقدر اجيب بقى لام الف بشرط ب، لانها بتقول لام التقاطع على لام ب. لام التقاطع على لام اللي بعد الشرطه اللي هو الباء، تمام؟ تمام؟ طيب تعالى بقى دلوقتي، لام التقاطع عندي بربع، وانا قلت لك العاله دي ممكن تعملها على كده نص، نجيب النص حسبناها. طيب السؤال بعد كده، احتمال ظهور صوره واحده على الاقل. صوره واحده على الاقل يعني ايه؟ يعني هتاخد انت الازواج المرتبه اللي فيها صوره او اكتر، يعني صوره او صورتين. يعني هاخد مين؟ كاف وصاد، واخد صاد وكاف، واخد صاد وصاد اللي فيه صورتين. يبقى لما اقول لك على الاكتر، على الاقل تاخد انت بزياده. طبعا دول 3 على 4 احتمال. طب احتمال صوره واحده على ظهور صوره واحده على الاكثر، يعني هتاخد اللي فيه صوره واحده او اللي اقل، اقل يعني ما فيش صور، يعني كاف وكاف، يبقى هتاخد صاد وكاف برضه عشان في صوره واحده، وكاف وصاد عشان في صوره واحده، وتاخد كاف وكاف اللي ما فيش صور خالص، طلعوا 3 على 4 خلص. طيب تعال نشوف المثال اللي بعديه، في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة. طبعا قال لي الكلمة دي أكتب فضائل العين على طول، 1 و2 و3 و4 و5 و6، لأنه مرة واحدة. احسب احتمال كل ممات، زور عدد زوجي. الف العدد، تكتب الف اللي هو الحدث بتاعنا، عدد زوجي على 2 و4 و6. طب ما احتمال الالف هيبقى دول 3 على 6 يطلع نص. طيب بعد كده ظهور العدد 2 اذا يعني في احتمال شرطي. احتمال شرطي بقى انا محتاج اربع خطوات. ظهور العدد 2 ادي خطوه هسميها الف. 2 بس ظهرت، 2 هو عدد واحد اصلا. يبقى احتمال 1 على 6.
طيب اللي بعد اذا ظهور عدد اولي نسميه به مثلا، عدد اولي زي 2 و3 و5، ما انا باخد من دول، ما تقوليش بقى وفي 7 وفي 11، لا انا باخد لحد اخرنا لحد 6. طيب يبقى نجيب احتماله 3 على 6. بعد كده اجيب الايه الخطوه الثالثه، اجيب التقاطع. الف تقاطع بها تقاطع في مين؟ في الاثنين. طيب واجيب اللام بتاعتها، اللام بتاعتها يديني 1 على 6 لانه عنصر واحد على هم 6، فضل علينا كله 6. وبعدين اجيب لام الف على ب، قانون وعوض. طيب نفس القصه اللي بعديها، ظهور عدد فردي اذا ظهر عدد اكبر من 3. عدد فردي هسميهم الف مثلا، 1 و3 و5 واجيب احتمالهم. عدد اكبر من 3 اللي هم 4 و5 و6، ولو قال اكبر من او يساوي 3 هناخد الثلاثه معاهم، يعني 3 و4 و5 و6، لكن هو قال اكبر من 3 بس. طيب واجيب احتمال دي واحتمال دي. التقاطع، التقاطع في ايه؟ اللي اتكرر الخمسه، خلاص يبقى لام التقاطع 1 على 6، واكتب القانون وعوض فيه لام الف على ب، خلاص. طيب هنشوف اللي بعدها. صندوق بيه 10 كرات منهم 5 حمراء و2 سوداء و3 بيضاء، سحبت كرتين واحده تلو الاخرى، واحده تلو الاخرى. احتمال الكرتين بيضاء، خد بالك يا جماعه، مع ايه؟ مع الارجاع. مع الارجاع دي او مع الاحلال دي مهمه جدا. ده معناه ان انا لما اجي اسحب الكره البيضاء الاولى بسحب من الثلاث كور، خلاص، والثلاث كور البيض اهو من العشر كور، يبقى 3 على 10. طب وبرجع الكره تاني، فكده عدد الكور اللي في الصندوق 10 زي ما هو، وعدد الكور البيضاء 3 زي ما هو برضو، يبقى اما اجي اسحب الكره الثانيه يبقى برضو 3 على 10. طب اما اجيب الكورتين مع بعض بقى، اقوم عامل ايه؟ لام الف تقاطع ب، يبقى لام الف في لام ب، عشان هو قال لي واحده تلو الاخرى، يبقى الاحداث دي مستقله. يبقى لام الف تقاطع ب بيساوي لام الف في لام ب، واضربهم في بعض. خد بالك بقى من اللي جايه بقى. احتمال الكرتين بيضاء مع عدم الارجاع. عدم الارجاع بقى يعني ايه؟ خد بالك، يعني الاول سحبت من 10 كور، تمام، سحبت 3 بيضة، حلو قوي كده. طيب لما انا ما رجعتش الكره اللي انا سحبتها، فالكور دلوقتي اللي في الصندوق بقت 9 ما بقتش 10، والبيضه كمان قلت لان انا ساحب واحده بيضه وما رجعتهاش، بقوا 2. حلو قوي، يبقى كده الاحتمال اختلف. اجيب لام الف تقاطع بيها اضربهم برضو في بعض. طب احتمال الاولى حمراء والثانيه سوداء. طب الاولى حمراء، الحمراء 5، هسحبهم بال10 اللي في الصندوق، هو قال لي مع الارجاع، حلو، هرجعهم الاقي الصندوق تاني بقى 10 كور، وبسحب انا سوداء. طب ما السوداء كام؟ 2 من 10، عادي جدا، واضربهم. يبقى مع الارجاع سهله، مع عدم الارجاع هي اللي فيها فن شويه. طيب ما عدم الارجاع بقى، لو الاولى حمراء والثانيه سوداء بس ما عدم الارجاع، الاول انا بسحب من 10 وهسحب حمر يعني 5، حلو، لما انا ما رجعتش الكوره يبقى كده الصندوق قل بقى 9، تمام. الثانيه خد بالك بقى، الثانيه سوداء، السوداء كام؟ 2، ما تقوليش نخليها 1، ليه؟ لانه انا ما سحبتش حاجه من السوداء لسه، انا اللي ساحبها كانت حمراء، اللي ساحبها وقللت لي العدد من 10 ل 9 دي كانت حمراء. انا دلوقتي السوداء ما سحبتش منها حاجه، بس السوداء ما زالوا 2 زي ما هم. انما في المثال الاولاني انا سحبت البيضه ورجعت سحبت بيضه، فالبيضه قلت كانت 3 بقت 2، ناخد بالنا من الحته دي قوي، تمام، واضربهم في بعض، تمام، بس كده اتفقنا. طيب هنا صندوق بيه 50 كره صفراء وحمراء وزرقاء، دول بقى 3 كور مش كورتين. فاذا كان احتمال سحب كره صفراء 5، مش عايز يديني عدد الكور الصفراء، بيقول لي احتمالها 5، ودي سهله. لما اديك احتمال عدد الكور الصفراء وماخد الاحتمال ده ضربه في العدد الكلي او 5 في 50 هطلع لك 10 كرات، يبقى الصفراء كانت 10. طيب هو مديني الزرقاء 15، طب ما انت مديني الزرقاء وانا جبت الصفراء ب 10 اقدر اجيب انا الحمراء اللي فاضله، مش هو بيقول لي ثلاث انواع من الكور؟ طب نجمع ال 15 10 25 ونشيلهم من 50 كوره، يطلع 25 كوره الحمراء. حلو، تعالى بقى شوف بقى الحته دي. يوجد احتمال ان انا هسحب بقى الكره تلو الاخرى، يبقى احداث مستقل، الاولى حمراء والثانيه صفراء والثالثه زرقاء. طب الاولى حمراء، الحمراء عددهم كان 25 على 50 كلهم، خد بالك انا مع الارجاع، يعني الصندوق ما بيقلش 50 50 50 زي ما هو، والكور برضو ما بتقلش، الحمراء 25 هي 25، الصفراء 10 هي 10، الزرقاء 15 هي 15، تمام، واضربهم في بعض. تعالى بقى الثانيه اللي فيها فن، بدون احلال، بدون احلال يعني معناه يا جماعه الصندوق هيقل، في السحبه الاولى هتسحب من 50، في الثانيه هتسحب من 49، في الثالثه هتسحب من 48، انت ما بترجعش الكوره، فانت سحبت كوره بقى دول 49، رجعت سحبت كمان كوره بقوا 48. طيب تعالى بقى نشوف بقى الحاجات اللي بنسحبها. الحمراء 25 فعلا زي ما هم، تمام. طيب تعالى بقى الصفراء كانوا 10 اهي الاستجابه، انا سحبتها في السحبه الثانيه، خد بالك انا رجعت تاني سحبت صفرة،
فالصفرة قلت بقى، ما انا ساحب واحدة صفرة وما رجعتهاش، فبقت 9 في السحبة التالتة، واضرب التلاتة في بعض وخلاص وطلع الإجابة. وممكن أنت الإجابة تطلع تقريبيا كده، تطلع كده، أو تطلع إجابة تقريبية، هيطلع لك رقم كبير كده، خد رقمين من جنب العلامة كفاية وخلاص. ماشي؟ طيب تعال نشوف آخر سؤال. فصل دراسي فيه 50 طالب، السؤال ده مهم جدا طبعا. إذا كان 20 يدرسون الرياضيات و25 يدرسون الأحياء، وطبعا زي علم علوم وعلم رياضة وأدبي والكلام ده، في ناس بتدرس إيه 50 طالب بيدرسوا رياضة، وناس بيدرسوا أحياء، وفي ناس مجموعة شاملة بيدرس الاتنين مع بعض أو علمي بس. تمام؟ طيب إذا اختير طالب عشوائيا، طيب خدوا بالكم من الحتة دي. هو بيقول لي في 5 يدرسون الرياضيات والأحياء معا، دي أهم حاجة. أنا ممكن أرسم شكل فين للموضوع ده، هيسهل عليا قوي في مسألة الفصل دي. الناس اللي بتدرس حاجات وبتدرس حاجات تانية وناس بتدرس اتنين مع بعض، أسهل حاجة شكل فين. تقوم حاطط سمي ألف ده هو الرياضة وبي ده الأحياء. الناس اللي بتدرس رياضة هيخليهم من هو في النص، اللي هم الخمسة. طب ما كده انت الرياضة كانوا 20، اتبقى لك هنا 15، دول بيدرسوا رياضة بس. طيب والأحياء كانوا كام؟ 25، ادي 5 هم، فاضل لك كام ال 25؟ 20، دول بيدرسوا أحياء بس. حلو تمام، يبقى ده رياضة فقط، أحياء فقط. طيب تعالى بقى دلوقتي، لما أجي أجيب لام ألف، الألف أصلا كلهم كل اللي بيدرسوا رياضة 20 على 50، اللام ب كل اللي بيدرسوا أحياء 25 على 50، التقاطع 5 دول على 50، لام الاتحاد، الاتحاد يا جماعه هناخد ا وب مع بعض، يعني 15 زائد 5 زائد 20 ده هيديك كام؟ 15 زائد 5 ده 20، ده 40 على 50 الفصل كله، يبقى 4 على 5. وما ننساش بقى لو احنا جمعنا دول هيطلع 40، طب الفصل اصلا 50، يبقى في 10 ما بيدرسوش اي حاجه، خليهم بره هنا. تمام؟ طيب ممكن يكونوا ادبي دول مثلا، يعني تمام؟ طيب لام ا فرق ب، لام ا فرق ب، نشوف بقى المطلوب الاولاني. أن يدرس رياضيات فقط، طب رياضيات فقط يعني الرياضيات أنا مسميها ألف، يبقى ألف فرق ب، يبقى لام ألف ناقص لام التقاطع، 2 على 5 ناقص 1 على 10، 3 على 10، أو رياضيات فقط هم ال 15 ده، هم الخمسة دول بيدرسوا اتنين مع بعض مالناش دعوة بيهم، يبقى 15 تاخدها على العدد الكلي، كله على العدد الكلي في الاحتمال 50، تطلع 3 على 10. طيب اللي بعديها، يدرس أحدهم على الأقل، أحدهم على الأقل اللي هو الاتحاد، اللي هو لسه جايبينه ب 4 على 5. تمام؟ او تطبق بقى قانون الاتحاد اللي يعجبك. طيب لام اللي بعديها، احدهم على الاكثر لا قانون، الف شرط اتحاد ب شرط، وده واحد ناقص لام التقاطع، وانت عندك لام التقاطع وتعوض. طيب اللي بعديها، لا يدرس اي من هما، لا يدرس اي من هما اللي هما العشرة دول ما بيدرسوش حاجه خالص منهم الاثنين، فيبقى 10 على 50 اللي هو 1 على 5، او تطبق القانون بتاع لام الف شرط التقاطع ب شرط، هيطلع لك برضه 1 على 5. طيب اخر حاجه، يدرس الرياضيات بشرط، بشرط باينه جدا احتمال شرط، او يقول لك اذا كان يدرس احياء، او علما بانه يدرس الاحياء كده، يدرس الرياضيات علما بانه يدرس الاحياء، كل ده معناه احتمال شرط يا جماعه. يبقى لام ا بشرط ب، دي معناها لام التقاطع على لام ب، وانا عندي لام التقاطع اصلا اهي خلاص، ولام ب اهي خلاص، ونقسمهم على بعض ممكن علامه القسمه دي، او لو بتعرف تحطهم فوق بعض ماشي على الاله اللي يعجبك، تطلع 1 على 5. بكده تكون المحاضره انتهت، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا ان شاء الله، واتمنى اي اسئله تسالوها لي هجاوب عليها في التعليقات، وبالتوفيق ان شاء الله، اشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه.